مع النقابة قلبا وقالبا، لأن دي النقابة دي بتحافظ على كرامتنا اللي اندست في أحداث المطرية، ماشي؟ ولو ما النقابة ما عملتش كده، احنا كنا هنعمل كده من نفسنا. دي أول حاجة. تاني حاجة، إن احنا الوزير بتاعنا ده ما ينفعش وزير خالص، ماشي؟ ده راجل مش معترف بالأطباء أصلا، ده جاي يخصخص التأمين الصحي، يخصخص التأمين الصحي ويخصخص مستشفيات عشان يشتغل للحبايب والمحسوبيات، ماشي؟ ويشغلوا نفسهم في نظام البيزنس وكلام. فاحنا ضد الوزير ده خالص، ولو ما استقالش احنا هنوقف الشغل برضه. ان هم ماشيين صح عشان ده حقهم في الحياة. هم بيعملوا دلوقتي وفاة احتجاجية مؤدبة بدون اي عنف، وده حقهم. قسمين، القسم الاول 50% مرفوض الوقفة الاحتجاجية اللي هتقدم بحيث ان هو يقدر يجيبوا حقوقهم، لان حقوقهم اساسا تصاعدت لقلة وزير الصحة. اذا كان كلام وزير الصحة اللي قاله ان هو يمشي الاطباء اللي ما بيقدموش اي خدمة للمجتمع ويجيب اطباء تانية مستوردين، فما افتكرش ان ده يعني كلام سليم، حتى مع الاحترام بالمقامات والمناصب، بس ده مش كلام صح. وهو مسؤول، وزير الصحة ومسؤول عن الأطباء وعن الصحة، مسؤول عن الاثنين، فده كلام يعني متقاد، يعني متناقض جدا. رفع كفاءة الخدمة والصحة والكلام ده كله في ايد وزير الصحة برضو، وحقوق الدكاترة وحقوق الأطباء محفوظة من وزير الصحة. هو تنازل عن كل ده مقابل أطباء الهند اللي هيحافظ عليهم برضو لما يجوا البلد إن شاء الله. فالكلام ده كله مرفوض، والكلام ده كله يعني متناقض ومش سليم. المادة رقم 11 اللي احنا بنقول فيها اللي احنا نكشف مجانا على الناس، مش هناخد تذاكر، التذكرة المجانية تبقى تذكرة مجانية، والناس تاخد خدمات، وعلشان خاطر ان الحكومة عايزة تاخد فلوس من المرضى وخلاص، ما بتجيبش خدمات للمستشفيات. يعني انت عندك مثلا مستشفى المنشاوي ما فيش جلافزات في دولاب الطوارئ، ولا في حتى خيوط نقابية، بنبعت المريض من بره يجيب الخيوط ويجيب الجلافز ويجيب امبول البنج. طب كل الحاجات دي فين؟ يعني واحد غلبان واحد في الشارع جاي مدي مستشفى صحة ازاي؟ عشان كده احنا المادة رقم 11 دي ما بندورش على الفلوس للاطباء، زي ما بيقولوا اللي احنا بندور على الفلوس، احنا بندور على الكرامة، كرامة للدكتور، وبالتالي من كرامتنا بندور على كرامة الشعب، اللي هو مش لاقي ياكل، اللي هو يلاقي يخش يلاقي خدمة حلوة في المستشفى. بس ليس قوية بما يكفي. ليه؟ اعتقد كانت محتاجة تكون اكثر صرامة وقوة من كده. قرارات، ولكن ضد ان تتعامل بهذه الاسلوب، بهذه الوقفة، بالوقفة ديت. يعني في طرق اخرى، لان في ناس بتستغل هذه الظروف، زي ما نلاقي يفرط الشرطه بلطجيه، بنلاقي ناس من هم 6 ابريل والجماعه الارهابيه والاشتراكيين الثوريين و الى اخره، بنلاقي ناس ايه اللي دخل دول. انا مع شرعيه ان الاطباء يطالبوا بمطالبهم في اطار يعني ان تبقى وقفات نبيله. يعني مثلا انت ما شفتش حل وما سمعتش مطالب الدكاتره، هتشوف بقى بيت الشعب ازاي؟ يبقى انت خلاص، انت مش عايز تسمعني، هقف اكتر عشان تسمعني، وانا هقف باحترامي وبادبي، ولا هنزل اوقف شوارع، ولا هنزل اوقف بكل بساطه اوقف الخدمه اللي انت فاكرها خدمه، اللي انت بتقول اساسا ان انتوا مالكمش لازمه، قدموا استقالاتكم، انتوا مش فارقين في الدوله. خلاص بسهل كده ان اشوفني لما اوقف يوم او اتنين، شوف هيحصل ايه، شوف هيحصل ايه في البلد، هي ايه اللي هيحصل. المستشفى اللي انت، المستشفى المنشاوي اللي شغاله، او اي مستشفى صحه، مستشفى التامين، مستشفى الجامعه، كل دوت لما الدكاتره تقف انت بتقول لهم ما لهمش لازمه، خلاص شوف الدنيا هتقف ازاي معاك، وشوف الناس هتعمل فيك ايه.